السلام عليكم، يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. اليوم نكمل بلاد باراسايتس، نتحدث على مجموعة من الأمراض الطفيلية اللي تصيب الإنسان. أول مرض اللي نسميه تريبانوسومايسيس، وهذا المرض مقسوم إلى قسمين أو نوعين، نوع نسميه الأفريكان تريبانوسومايسيس، النوع الآخر نسميه أمريكان تريبانوسومايسيس. المرضين مختلفات من ناحية الجيوغرافيكال ديستريبيوشن واضح. الأفريكان في منطقة مركز في منطقة أو الإنديميك في أفريقيا، والأمريكان في جنوب أمريكا. هناك بعض الاختلافات بينهم، اختلافات جوهرية كبيرة، منها الفيكتورز، منها الأعراض المرضية، منها الكومبليكيشنز للمرض، لكنهم اثنين بلاد باراسايتس. أولاً، التريبانوسومايسيس caused by protozoa، تدخل على الدورة الدموية. And these protozoa are hemoflagellates. These hemoflagellates differentiated into four stages. النوع الأول اللي بنسميه tripomastogote، النوع الثاني epimastogote، والنوع الثالث tripomastigote, epimastigote and amastigote. كل واحد من هذول الستيجز نستخدمه as effective or diagnostic stage. راح نشوف يعني بالتفصيل كيف نستخدم the stages of hemoflagellates in the diagnosis of trypanosoma and American and African. Trypanosomiasis, الأفريكان، نتحدث الأول عن الأفريكان تريبانوسومايسيس. And this disease is a chronic, starting with a bite by a fly. At the site of the bite, there will be a chancre. هذه عبارة عن firm nodule, inflamed, tender. This is the start. بعدها المريض راح يبدأ عليه أعراض اللي هي زي كل الأعراض اللي شفناها سابقاً: الفيفر، الهيديك، لمفادينايتس، إنسومنيا، أنيميا، لوكال إديما and rash. إذا ما تشخص وتعالج المريض في هاي المرحلة، بيدخل في المرحلة الثانية اللي هي الكومبليكيشنز. وهون المريض بيعاني من body weight loss، falling asleep، عشان هيك بنسميه sleeping sickness. المريض دائما نايم، coma and death. الفيكتور اللي بينقل الافريكان تريبانوسومايسيس is called TC fly، the genus Glossina. وهذا طبعا المرض قلنا متركز او انديميك في افريقيا. لما نتحدث على الارقام، almost 300,000 people will have African trypanosomiasis every year. 66,000 will die. إذا نحسبها 66 على 300، نحسب المورتاليتي ريت.
من الحالات المصابة. شو هي السبيشيز من التريبانوسوما اللي بتسبب الافريكان تريبانوسوميسيس؟ الافريكان تريبانوسوميسيس caused by two subspecies. The first called Trypanosoma gambiense or Trypanosoma brucei gambiense, subspecies gambiense, and the second Trypanosoma brucei rhodesiense. هذول الاثنين بيختلفوا بشغلتين اساسيات. الشغلة الاولى الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. الجامبيانزي endemic in Central Africa, in Western and Central Africa. أفريقيا الغربية والوسطى. الشغلة الثانية المريض بيقدر يتعايش مع المرض اللي بتسببه الجامبيانزي for years. يعني بيقدر الجهاز المناعي يتعامل مع هذا subspecies لفترة طويلة. بمعنى الفيريلنس فاكتور لهذه السب سبيشيز بتكون اقل من رودسيانزي. رودسيانزي موجود في ايسترن افريكا في المنطقه الشرقيه من افريقيا. و this is an acute trypanosomiasis. يعني المريض اذا ما تعالج will die within weeks or few months. إذن هذول الفرقين الرئيسيات بين الجامبيانزي والرودسيانزي. بالنسبة للريزيرفوارز، الريزيرفوار للجامبيانزي the infected human. الشخص المصاب إذا تعرض لتسيتسي فلاي، هذه الحشرة أو هذه الفلاي تأخذ البلد ميل تحتوي على التريبانوسوما and will bite another person, another human. عشان هيك بنقول ريزرفوار في حالة الجامبيانزي is a human. بينما في الرودسيانزي الريزرفوار is a wild animal. تحديدا الكتل اكثر ريزرفوار لتريبانوسوما رودسيانزي هو الكتل. ولذلك هنا يمكن المشكلة الرودسيانزي بتكون اكبر من الهيومن او من الجامبيانزي، لانه ريزرفوار صعب انك تسيطر على الكتل، لكن الهيومن بيقدر يحمي حاله، بيقدر يلبس يعني بروتكتيف كلودينج، يعمل كنترول على الحشرات. اما الكتل يعني مش من السهوله انك تعمل كنترول عليه. ذلك انتشار البروساي، وهي اصلا زي ما اتفقنا قبل هيك انه البروساي رودسيانزي هي أكثر حدة، يعني الأعراض المرضية وهي fatal بالنسبة للهيومن within weeks to months. هذه الفلاي سيتسي فلاي المسؤولة عن اللي نسميها جلوسينا، مسؤولة عن نقل تريبانوسوما. والكتل زي ما بتعرفوا بأفريقيا يعني أعداد الكتلز موجودة بكثرة، ولذلك الريزرفوار للرودسيانزي افيلن. هذا التوزيع الجغرافي بين الجامبيانزي والرودسيانزي، قلنا الرودسيانزي في شرق افريقيا بينما الجامبيانزي في الويست اند سنترال افريكا. اللايف سايكل للتريبانوسوما سيتسي فلاي قلنا هي المسؤوله عن نقل هذه الباراسايت.
تتغذى على دم المريض، تأخذ منه تريبوماستوجوت أو تعمل إنجكشن، وهذا اللي بنسميه إنفكتيف ستيج تريبوماستوجوت داخل الهيومن تيشو أو داخل الهيومن بودي. التريبوماستوجوت تتحول إلى أي ماستوجوت في التيشوز، والتيشوز أو الأي ماستوجوت هي عبارة عن دايجنوستيك، عبارة عن دايجنوستيك ستيج داخل التيشو. إذا تريبوماستوجوت أجين تدخل على الدورة الدموية، سي تي فلاي تعمل بلاد ميل، تأخذ تعمل إنجكشن أو بايت، تأخذ البلاد ميل وترجع أجين بايت أنذر هيومن والسايكل تستمر. نيجي على الكلينيكال بيكتشر للتريبانوسومايسيس اللي تبدأ بزي ما حكينا المرحلة الأولى اللي هي الشانكر، وهذه الشانكر اللي شايفينها زي ما حكينا تندر فيرم نوديول، المرحلة الأولى من تريبانوسوما. المرحلة الثانية إذا دخلت تريبوماستوجوت على الليمفاتيك سيستم راح تشوف إنه المريض بيعاني من ليمفادينوباتي، كل الليمف نودز انلارجد، عدد كبير من الليمف نودز اللي شايفينهم هون انلارجد ليمف نودز، ليمفادينوباتي، أنيميا، and this will involve many organs, many vital organs. المرحلة الثالثة اللي هي central nervous system، هون المريض بيدخل بالمرحلة الكوما نتيجة المينينجوانسيفالايتس caused by trypanosoma. الدياغنوسيس كيف نشخص التريبانوسوما؟ التريبانوسوما بتتشخص عن طريق البلود فيلم، زيها زي ما شفنا بالملاريا، ناخذ بلود من المريض، نعمل بلود فيلم جيمز ستين، ومنشوف التريبوماستوجوت. This is the simple way of diagnosis. إذا كان المريض عنده enlarged lymph nodes فبنأخذ من lymph node aspirates ونعمل smear وأجين بنشوف التريبوماستوجوت. وإذا وصل لمرحلة central nervous system ممكن نأخذ عينة CSF. الطريقة الثانية بالتشخيص اللي هي immunodiagnostic، لكن قلنا هي موجودة، لكن دائما احنا مشكلتنا مع الاميونو دايجنوسيس هي بالسبيسيفيسيتي، لانه في بصير كروس رياكشن بين الانواع مختلفة من الانفكشنز، وبالتالي بتكون مش دقيقة بالتشخيص الباراسايتس التارجت اللي احنا بندور عليها. هذا اللي بندور عليه بالبوت فيلم التريبوماستوجوت، جرد ما تعمل جيمز ستين للبوت فيلم راح تشوف التريبوماستوجوت very clear in the blood film. طيب بالنسبة للدياغنوسيس، قبل ما إذا كان المريض وصل لمرحلة السنترال نيرفو سيستم وبدنا نأخذ منه عينة CSF، المفروض هذا الإجراء ينعمل قبل العلاج، بمعنى اللمبر منشر نعملها قبل العلاج حتى نتأكد أنه في تريبوماستوجوت موجود في CSF ونعطي علاج مناسب. وهذا النوع من العلاج لازم يكون عنده القدرة على
أو to cross the blood-brain barrier. لأنه مش كل المضادات، مش كل الأدوية تقدر توصل لل CSF. ما لذلك بدك تكون عارف إنه موجود تريكوماستوجوت حتى تستخدم ال drug of choice. الأدوية طبعاً مشكلتها اللي تستخدم للتريبانوسوميسيز هي highly toxic، فإلها راح يكون سايد إفكت كبير على المرضى اللي بيكونوا under treatment. وأحسن طريقة للكنترول هي قلنا الحماية الـ personal protection عن طريق الـ insect repellents and protective clothing. الناس اللي بيكونوا بالمناطق الانديميك بالتريبانوسوما هذول لازم يكونوا دائما لابسين بروتكتيف كلودز بحيث انه ما يكون جسمهم مكشوف للفلايز. ولازم نعمل برنامج كونتينيوس للكنترول اوف ذا الفلايز. النوع الثاني من تريبانوسوما اللي هو قلنا الامريكان تريبانوسومايسيس أو نسميه Chagas disease. Chagas disease هذا الاسم جاي من الشخص اللي اكتشف هذا اللايف سايكل هاي الباراسايت اسمه كارلو تشاغاس. المريض تقريبا بيعاني من نفس الأعراض المرضية، لكن الفرق هون هي الفيكتور الناقل للمرض. ناقل للمرض هنا قلنا تسيتسي فلاي. بالنسبة للتشاغاس ديزيز أو الأمريكان تريبانوسوميسيس هي عبارة عن بق نسميها ريديوفيد بق، وهذه طبعا لها أكثر من اسم، بعد شوية راح نتحدث على الأسماء المختلفة لهذا البق أو الفيكتور. المريض راح طبعا يعاني بالبداية من الفيفر، الماليز، الليمفادينوباثي، الباتوميجالي، سبرينوميجالي. وأحيانا إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن تكون مش ملحوظة، يعني asymptomatic، لكن الأعراض اللي بتصير بعد الوصول لمرحلة الكرونيك هي أمراض خطيرة irreversible. ما فيش يعني relief، ما في عودة أو prognosis. منها الهارت دامج، الأريثميا، اللارج اسفاجس بسموه حالة المرضية بسموها الميجا اسفاجس، اللارج كولون أو ميجا كولون، وهذول كلهم أعراض غير أو irreversible. وكمان زي التريبانوسوميسيس تشاغاس ديزيز ممكن يصل لمرحلة المينينجوانسفالايتس. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن للتشاغاس ديزيز زي ما انتم شايفين هون هي انديميك في ساوث امريكا. بالنسبه لل سبيشيز اللي بتسبب او هذا المرض تشاغاس ديزيز بنسميها تريبانوسوما كروزاي. تريبانوسوما كروزاي لها تو ستيجز رئيسيات. رئيس الستيج الاول بنسميه تريبوماستيجوت، والنوع الثاني او الستيج الثاني بنسميه الاي ماستيجوت. اذا التريبوماستيجوت هذا بيكون موجود في البلد، بينما الـ A ماستيجوت بيكون في التشو. يعني لو أخذنا عملنا بايوبسي للتشو من المريض نقدر نشوف الـ A ماستيجوت اللي شايفينه هون. دكتور الـ infective age اللي بيكون في البلد صح يا دكتور؟ إيش هي؟ الـ infective stage. الإفكتيف ستيج طبعاً هي الإفكتيف ستيج أول ما تدخل على المريض بعد البايت. الإفكتيف ستيج
راح تدخل على البلود ستريم، وبعدها بتروح تنتشر، ممكن تصل للفيسرا، بتروح على الليفر، بتروح على الاذر فايتال اورجنز، بتروح على الكيدني، بتروح على الهارت، لكن هي بدايه بتكون موجوده في البلود ستريم. طيب بالنسبه للريزرفوار، التشاغز ديزيز بيختلف عن الريزرفوار للتريبانوسوما الافريكان. هون نتحدث عن الهيومن and more than 150 species of domestic animals. وهذا طبعا شو بيسوي؟ هذا بيوسع مساحة انتشار المرض في المنطقة اللي اندمك فيها. فكل الدوجز والكاتس والرودنتس والكارنيفورز والبرايمتس كلهم هذول ممكن يكونوا ريزرفوار للتريبانوساما كروزاي. بالنسبة للفيكتور قلنا أنه فرق بين الأفريكان والأمريكان، الفيكتور اللي بنسميه ريديفيد باج، وهذه إلها أكثر من اسم، نسميها ترياتون باج، الكيسينج باجز، and كون نوز باج. وهذه الباج تأخذ التريبانوسوما كروزاي again في blood meal وتعمل bite زيها زي ما شفنا بالتريبانوسوما الأفريكان، تعمل bite للهيومن، أو هناك بعد شوي كمان راح نشوف طريقة ثانية ممكن تعمل فيها هذه العدوى عن طريق الفيسز لهاي البق. إذا بالنسبة للإنفكتيف ستيج، تريبوماست جوت تدخل على الهيومن بعد البايت، بعدين التريبوماست جوت توصل لديفرنت سيلز إن ذا بادي، هناك تتحول إلى أي ماستيجوت في التيشوز وتبدأ تنقسم، يصير في أعداد كبيرة منها، بعدين تتحول أجين لتريبوماستوجوت داخل الميدجت للبق لحد ما تتطور إلى المرحلة اللي تقدر تصير فيها إنفكتيف. بعدين إما بتروح زي ما قلنا excreted in the feces or تعمل بايت وبتدخل التريبوماستوجوت في another host. هذه البق اللي بتنقل التشاغز ديزيز. كيف نشخص التشاغز ديزيز؟ اولا زي ما حكينا بلاد فيلم، البلاد فيلم بندور على تريبوماستوجوت في البلاد، بلاد فيلم، او بندور على الاي ماستوجوت في التيشو. سيرولوجي إلنا أكثر من تيست، لكن التيست الأكثر استخداماً هو الإندايركت فلوريسنت أنتيبادي تكنيك، وفحص آخر تقليدي بنسميه الزيرو دياغنوسيس، وهذا الفحص بنعمل بطريقة زي ما أنتم شايفين الذراع المريض، نخلي البق بهذا البوكس اللي شايفينه هون، نحشر البق في بوكس مغلق بحيث يصير في direct contact with the skin of the human suspected انه عنده Chagas disease. نخلي هذه البق تاخذ blood meal من هذا المريض، وبعدين ناخذ البق نستنى عليها عبين ما تخرج طلع فيسز، بعدها نعمل تيست للوجود التريبوماستوجوت في الفيسز of the bug. هذه طريقة تقليدية
تستخدم للكشف عن مرضى التشاغاز ديزيز. من علامات التشاغاز ديزيز هذه واحدة من الساينز المهمة جدا اللي هي بنسميها الرومانز ساين، وهذه بتصير نتيجة الكونتامينيشن اوف ذا بج فيسز اللي بتكون مثلا وانت واحد نايم في المنطقة. طبعا احنا نحكي عن المناطق الموبوءة الاندمك فيها هذه الحشرات، تيجي البج تعمل فيسز على عند عين المريض، بفرك عينه، تدخل الفيسز مع البج انسايد هيز اي، ويظهر هذا الشكل اللي شايفينه. هذه واحدة من علامات تشاغاز ديزيز. دايجنوسيس زي ما حكينا عن طريق either the trichomastigote or amastigote في البلد and tissues، والاميونودياجنوستيك بروسيجرز دائما موجودين هذول لكنهم مش سبيسيفيك. هذا التريفومايستوغوت في البلود فيلم، وهذه اذا وصلنا لمرحله الكومبليكيشنز او كرونيك تشاغاز ديزيز راح يصير في عندنا هارت دامج irreversible. طيب نيجي على التريتمنت للتريبانوسوما، سواء كان الافريكان ولا الامريكان. بالنسبه للافريكان الدراج اوف تشويس از بنتاميدين او السورامين، واذا كان المريض دخل في المراحل المتقدمه من الافريكان تريبانوسومايسيس فبيكون العلاج او دراج اوف تشويس از دايفلوروميثيل اورنيثين، والامريكان تريبانوسومايسيس البنزين دازول او نيفروتوماكس، هذول الدراج اوف تشويس بالنسبه للتريبانوسومس. بالنسبه للكنترول اهم شيء نعمل للبريفنشن، نعمل كنترول على البجز اللي بتنقل التشاغاز ديزيز من خلال تكثيف الرش بالانسكتسايدز في المناطق اللي بتكون فيها موبوءه بالريديفيد بج. طيب نيجي على الباراسايت الاخرى اللي نسميها الليشمانيا. الليشمانيا is an intracellular parasite، وهذه الباراسايت تنتقل either من الانيمال تو هيومن او هيومن تو هيومن. يعني بدايه ممكن تنتقل من الانيمال للهيومن، وبس الانصاب فيها للهيومن بصير عمليه الانتقال بين الهيومن اند هيومن از اكسسبل. طيب بالنسبه للسبيشيز الليشمانيا فيها انواع متعدده وممكن تعمل اكثر من حاله مرضيه، ممكن تكون كيوتانيوس، ممكن تكون سب كيوتانيوس، ممكن تكون فيسرال. هناك انواع من مختلفه من الليشمانيا. طبعا احنا الحديث ما راح يكون على الكيوتانيوس، راح يكون على الفيسرا، السبيشيز اللي بتعمل ليشمانيا في الفيسرا، الفيسرا ليشمانيوسيس. هذا الليشمانيا نسميه فيسرا ليشمانيوسيس او كالا ازار، وقلنا فيسرا لانه هذا المرض بيأثر على الليفر سبلين اند بون مارو. فالمريض بيكون عنده هيباتوميجالي سبلينوميجالي وبوصل
الباراسايت توصل للبون مارو وتعمل عند المريض فقر دم شديد. الأعراض الأولية من المرض تبدأ بالفيفر and weight loss، بعدين تتطور إلى هيباتوميجالي سبينوميجالي أنيميا، إذا وصل لمرحلة الانفولمنت اوف ذا بون مارو، والمورتاليتي ريت فيه عالي جدا توصل إلى 95% if untreated. لكن إذا تعالج بطريقة صحيحة هذا المرض، كل الأعراض اللي شايفينها اللي راح نشوفها بعد شوي is reversible، كل شيء بيرجع طبيعي، عكس المرض اللي شفناه سابقا اللي هو irreversible. Death occurs due to internal bleeding, malnutrition. وهناك المريض اللي بنصاب ب الكلى أزهر بصير عرضة للإصابة بأمراض كثيرة، وأنتوا شايفين أنه دائما الشخص اللي سواء كان بهذا المرض ولا غيره، الشخص اللي بمرض بصير يعاني من أمراض متعددة، يعني هي بدخل في كاسكيد، خاصة إذا ما تعالج. هذه الأعراض اللي الرئيسية بالكلى أزهر الهيباتوسبلينوميجالي، طبعاً اللي شايفينه هون هذا بيمثل الهيباتوسبلينوميجالي، هذا الديسفيجرينج اللي شايفينه هون كله هذا ريفيرسبل، يعني هذا الشخص بيرجع شبه طبيعي بعد إذا تعالج بالوقت المناسب. اللايف سايكل للإشمانيا، قلنا عملية انتقال المرض إما بين الأنيمال والهيومن أو هيومن هيومن. اللي بينقل هذه هذا المرض أو هاي الباراسايت اسمها الساند فلاي، ذبابة الرمل. هذه الساند فلاي تعمل بايت، تعمل ريجرجيتيشن إذا الوجبة الدم اللي موجودة عندها، واللي تحتوي على infective stage نسميه promastigote. promastigote تدخل على الدورة الدموية phagocytized by the macrophage. بالماكروفاج promastigote بصير لها multiplication، تتحول إلى amastigote. البرو تتحول إلى أي ماستيغود، تتكاثر لحد ما تصير عددها كبير، الماكروفاج والبيرست والأي ماستيغود اللي فيها كلهم راح يطلعوا على البلد ستريم، تأخذهم الساند فلاي ببلد ميل، وداخل المدقت للساند فلاي تتطور هذه الأي ماستيغود، تتحول أجين إلى برو ماستيغود. إذن الانفكتيف ستيج هي البروماستيغوت، والدياجنوستيك ستيج is the amastigote. بالبلد فيلم راح نشوف، بالجيمز ستين بلد فيلم راح نشوف هذا الشكل. This is diagnostic نسميهم Donovan body. راح نشوف كمان بعض الصور أوضح من هاي. Donovan body داخل الخلية. طيب بالنسبة ل visceral leishmaniasis، راح نتحدث على الأنواع الأخرى. Visceral leishmaniasis caused by Leishman Donovani. عشان هيك قلنا الدياجنوستيز للسبلين فيلم من نشوف الدونوفان بادي، لأنه البكتيريا أو الباراسايت اللي بتسبب هذا المرض نسميها ليشمانيا دونوفاني.
في خاصه في ساوث اسيا اند افريكا، بينما بامريكا بتسببه another parasite another species نسميها الليشمانيا انفانتوم. اذا في فرق بالمسببات المرض الليشمانيا الفيسر الليشمانيسيس الكلى الزار حسب المنطقه الجغرافيه. في امريكا الليشمانيا انفانتوم، في اسيا وافريقيا الليشمانيا دونوفاني. الانكيوبيشن بيريد طبعا از فاريبل وطويله، رينج بيمتد من ويكس ل ييرز، يعني ممكن المريض ما يظهر عليه اي اعراض لا بعد مرور سنوات على الاصابه بالليشمانيا. تشيلز سويتينج شبيهه جدا بالملاريا من ناحيه بس ما في سايكل، فرق بينها وبين الملاريا ما في ابيسودز ما في اتاكس، لكن في تشابه من ناحيه الاعراض المرضيه الرئيسيه تشيلز سويتينج، وكعندنا كمان الهيباتو سبينوميكري الويت لوس. المريض اللي بنصاب بالليشمانيا بصير عنده ويت لوس اللي بيوصل لمرحله اللي بنسميها الايماسيشن اللي هي مرحله الهزال، يعني المريض بصير زي الخيال. الكومبليكيشنز الكيدني دامج رينال فيلير و البوست كلا أزار ديرمال ليشمانيسيس، ممكن يظهر على أعراض المريض أعراض السكن جرانيلوميتس أريا طبعا هذا الليشماني. طبعا كل الأمراض اللي حكينا عنهم سابقا كلها إذا شفتوا تنتشر في المناطق اللي بتكون بتعاني من الفقر واللو بيرسونال هايجين، انعدام البنية التحتية للمياه العادمة، النظافة ما في مياه، في شح بالمياه، يعني هون شايفين الكتل مع الـ الهيومن عايشين أو بتعاملوا مع نفس المصدر من مصادر المياه. الليشمانيا إذا نتحدث على انتشار المرض، قلنا هذا بنتشر عن طريق ساند فلايز، وهذه الحشرة أو الفلاي تتغذى على دم المريض وتعمل بايت بأنذر هوست and so on. الناتشرال ريزيرفوار معظم الثدييات بتكون هي عبارة عن ريزيرفوار للليشمانيا. في حالة انتشار المرض في منطقة as an endemic disease يصبح انتقال المرض بين الهيومن وارد، يصير human to human، والأصل ينتقل من الحيوان للهيومن، لكن إذا صار في انتشار واسع بالهيومن في منطقة محددة فبصير الهيومن is a reservoir. هذه المناطق اللي اندمك فيها الفيسرال ليشمانيسيس واللي تتجاوز اكثر من 88 دوله في حول العالم، معظم حالات الاصابه بتكون في شرق اسيا، شوي بافريقيا نسبيا اند ساوث امريكا. هذه الساند فلاي اللي بتنقل الليشمانيا، دياجنوستس للليشمانيا
نعتمد على العينات اللي بناخذها من السبلين، الليفر، الليمف نود، الإيليك كروست، ستيرنال أسبريتس، وأحيانا نستخدم البافي كوت للبلد، يعني ناخذ عين الدم هول بلد وناخذ البافي كوت اللي بيكون على سطح التيوب. هذا على الأغلب بتكون تحتوي على الانفكتيف أو الدياجنوستيك ستيج الاي ماستيوت. نرجع للدونوفان بادي اللي هو دياجنوستيك للليشمانيا دونوفاني مسبب مرض الليشمان الفيسرال ليشمانايسيس، وهذا بيكون على شكلين، اما انتراسيلولر زي اللي شايفينه هون موجود داخل الخليه، او اكستراسيلولر زي اللي موجود على هذا الارض. This is extra and this is intra. Again, وسائل التشخيص الأخرى غير الجيمز ستيم المولكولار تكنيكس بي سي آر دياجنوستيك ميثود سيرولوجي فيلابل ديتكشن أوف يورينري أنتيجنز مي بي يوزد. يعني إذا أخذنا عينة من يورين من المريض نقدر نشوف الأنتيجنز لا أو نكشف عن وجود الأنتيجن للشمانية في اليورين of the patient. هناك ارتباط بين مرض الليشمانيا أو الفيسرا ليشمانيزيز مع الأيدز، وهذا موجود حسب الدراسات بين الدول، عدد كبير من الدول اللي فيها المرضين ليشمانيا أو الفيسرا ليشمانيزيز and HIV. وهذا طبعا تفسيره واضح زي ما حكينا، دائما المرضى اللي بيكون عندهم مشكله بالجهاز المناعي هذول بيكونوا مور سسبتبل، مش بس للفيسرال ليشمانيزيس، لكن هم هون بهاي المناطق نتحدث عن الفيسرال ليشمانيزيس لانه ذس از ان انديميك ديزيز في المنطقه هاي، وعندهم الاتش اي في. التريتمنت للليشمانيا فيسرال ليشمانيزيس از ذا بنتوستام، وهناك بعض الريزيستنس للبنتوستام من الليشمانيا. بعض الانواع من العلاجات الواعده للفيسرال ليشمانيزيس الانفوتيرسين بي، الاورال مالتوفوسين، البارنترال فورميشن اوف ذا بارومومسين اند اورال سايتوماميكوين. هذولا potential therapies علي ممكن يصيروا هم البديل للبنتوستان. الباراسايت الأخيرة نتحدث عنها اليوم اللي هي الفيلارياسيس أو المرض الفيلارياسيس اللي بتسببه الباراسايت اللي بنسميها فيلاريا. هذا مبدئيا شكل الكلينيكال بيتشر لمرض الفيلارياسيس. طبعا هاي مراحل متقدمه من المرض واللي بتعمل ليمفاتيك بلوك، تدخل على الليمفاتيك سيستم تعمل فيها بلوكج. طيب الفيلارياسيس او فيلاريا انفكشنز جدول مقارنة بين two species. هذا المرض يسبب نوعين من أو two species من الفيلاريا. الأولى نسميها وشيريشيا بانكروفتي، والثانية نسميها بروجيا مالاي. الفرق الوحيد بينهم هي المنطقة الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، أما المعلومات الأخرى كلها نفس المعلومات.
بوشريشيا بانكروفتي موجودة في تروبيكال اند سب تروبيكال ارياز، يعني هو نتحدث على افريقيا وشرق وجنوب امريكا، بينما في البروجيا ملاي نتحدث عن اسيا وشرق اسيا. غير هيك كلهم نفس المرض، نفس الدياجنوستيك، نفس الفيكتور، نفس كلهم نفس المعلومات بتشاركوا بكل شيء ما عدا الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. طيب كيف يبدأ هذا المرض؟ الفيلاريا بيبدأ بدخول الانفكتيف ستيج اللي هي لاربا ستيج 3 من هذه الباراسايت عن طريق الانجكشن او البايت اوف ذا موسكيتو اللي هي الموسكيتو الفيكتور الناقل لهذا الباراسايت لاربا 3، ولما تدخل على الهيومن بودي تنتقل عاد وتبدا اللايف سايكل انسايد ذا هيومن. الموسكيتو اللي بتنقلها والفيكتور اللي تنقل هذه الباراسايت الفلاريا هي عباره عن انواع مختلفه من الانوفيلس زي الايدس والكوليكس موسكيتوز، هذول شوي مختلفين عن الموسكيتو سبيشيز، يعني من حيث السبيشيز اللي كانت تنقل مرض الملاريا. بعد الفيرست انجكشن لللاربا 3 الانكوبيشن بيريد تقريبا 3 to 12 months، بعدها الادلت ميل تعمل فيرتلايزيشن للفيميل وبنتج عندنا شيتد لارفال مايكروفيلاريا، وهذه هي الدياجنوستيك ستيج اللي من خلالها نقدر نشخص وجود الفيلاريا as a disease او الفيلارياسيس as a disease in a human. هذه اللايف سايكل قلنا الموسكيتو بلاد ميل تحتوي على اللاربا 3 لاربا ستيج 3 من الباراسايت تعمل بايت، وهذه تدخل اللاربا 3 تتحول الى ادلت داخل الليمفاتيك سيستم، تعمل بعدين فيرتلايزيشن وبنتج عنها الشكل اللي شايفينه هون اللي نسميه شيتد مايكروفيلاريا. هذا شيتد مايكروفيلاريا is diagnostic stage. بعدها يجي الموسكيتو تأخذ كمان وجبة غذائية من المريض، تأخذ الدم بيحتوي على شيتد مايكروفيلاريا، وهذه كمان مرة في الموسكيتو تدخل في مراحل لاربا 1 2 3، واللاربا 3 تنتقل الى بروبوسيس للموسكيتو واللي بيكون جاهز للانجكشن. Then the diagnostic stage is the microfilaria in the blood. وهذه زي ما حكينا فقط بيختلف سبيشيز للفيلاريا حسب المنطقة الجغرافية، وإن بعضها بيكون في آسيا بعضها بيكون في تروبيكال سب تروبيكال في أفريقيا. طيب شو الأعراض المرضية اللي بيعاني منها المريض؟ الستارت للفيلارياسيس اي سيمتوماتيك في معظم الحالات،
ما في أعراض مرضية لحد ما يصير حجم المايكروفيلاريا في الدم كبير في الليمفاتيك سيستم. بس تصير حجم المايكروفيلاريا كبير، عددها كبير، ساعتها بتبدأ الأعراض اللي هي الأكيوت سيمتومز زي الفيفر، لنفنجيتس، لنفدينيتس، تشيلز and recurrent fibral attack. هذا المريض راح يعاني من مجموعة أعراض مرضية، لكن الأخطر منها هي إذا دخل المريض من المرحلة الثانية زي ما حكينا اللي صار مرحلة البلوكج of the lymphatic system by the microfilaria. نعم، هذا بده جراحة ريفيرسبل. هلا راح نتحدث شوي عنه حتى نقدر نخلص المريض من الحالة اللي شايفينها هاي. بده علاج كيماوي بمعنى يعني ثيرابي اند سيرجري حتى نقدر نتخلص من المايكروفيلاريا في الليمفاتيك سيستم للمريض. ساعتها نرجع المريض، نعم ريفيرسبل. طبعا قلنا هذا المرض كرونيك ديبيليتيتنج ديسفيجرنج، يعني شكل زي ما انتم شايفين شكل مختلف تماما، غريب عجيب. كل هذا زي ما حكينا بعد العلاج بيرجع لوضعه الطبيعي. طبعا احيانا المريض هون بيعاني من اذا وصل لمرحله انه في accumulation of microfilaria في lymphatic system، بصير عند المريض ascites، pleural effusion، وفي عندنا rupture of lymphatic vessels نتيجة وجود أعداد كبيرة من microfilaria. Diagnosis microfilaria في blood film ما فيش فيها يعني صعوبة، تعمل جيمز ستين بلاد فيلم بتشوف المايكرو فيلاريا شيت. هذه مايكرو فيلاريا هون شيتد مايكرو فيلاريا، هذا شيت سيرولوجي طبعا زي ما حكينا دائما موجود في diagnosis of such infections. تريتمنت زي ما قلنا مريض المايكروفيلاريا او الفيلارياسيس بحاجه الى علاج كيميكال ثيرابي وسيرجري حتى اذا وصل لمرحله اللي شفناها البلوكج اوف ذا ليمفاتيك سيستم. بالنسبه لل الكيميكال دراج اللي مستخدم، نستخدم دائت الكارمومازين، لكن لحاله is not enough to eradicate the disease. طبعا العملية الإدوكيشن هذه أصبحت يعني معلومة، لازم يكون عندنا وعي المنطقة اللي فيها endemic filariasis من ناحية الموسكيتو كنترول، من ناحية البروتكتيف كلوذس لازم نلبس شغلات يعني واقية ونمنع انتشار الموسكيتو. هيك نكون خلصنا كل البلد باراسايتس اللي تعمل لنا مشاكل في الهيومة. طيب يعطيكم العافية، نشوفكم يوم الأربعاء إن شاء الله. دكتور بعد النك.
Recording stopped.